سارة جود مورنينج. هاي شادي، يعني اليوم سيجمنت سبيشال مع ريتا ومع شادي ومعي سوبر سبيشال فانتاستيك فور صح all my loved ones in one segment. شو عملنا اليوم؟ اليوم عنا رح نحكي عن بربارة أكيد، بس رح نعمل two parts. أول شيء رح نبلش نشوف صور للمشاهدين اللي اليوم عندهم سهرة للبربارة تعرفوا شو يلبسوا. رح نكون عم نشوف صور كحدا سولو إذا رايح لحاله على البربارة شو يكون عم يلبس، إذا حدا ككابلز شو يلبسوا، فاميليز شو يلبسوا، دونك تيكون عندهم شوي ايدياز فما يكونوا إذا بدك الديجيزمانات كل سنة زي صحيح. يعني مش بس الأولاد عندهم حصة، كمان نحن حصة 100% نحن أدالت عم نبرمها أكيد. أوكي رح نبلش بأول ديجيزمان إذا كان شخص لحاله. أول ديجيزمان هي لل 2015 هلا the latest يلي هو كيم كارداشيان بالكفر تبعها اللي عملته لبيبر ماجازين. دونك هيدا ديجيزمان كتير 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 انعمل، وهيدا فكرة للناس يلي عبالهم يعملوا شيء بس هيدا في مصروف سفنج 100% في مصروف فينش، بس ايه جريء كتير. This is why انا بلشت فيه لانه منه مثل اذا بدكم الديجيزمانات اللي معودين عليهم. اوكي راح ننتقل للثاني صوره نشوفها مع المشاهدين اللي هن popular costumes بنشافوا كتير. اف شو كومن 100% This is why popular انا حطيتهم اللي هي اودري هابرن كتير بتنعمل، الانستا ايكون بينعمل ككوستيوم، فريدا بينعمل ككوستيوم، وكرويلا. دونك هودي كوستيومز كتير بينعملوا وهينين وسريعين تينعملوا. وهلا اصلا بالحلقه رح تشوفوا شقفه صغيره خاصه بالموضوع. رح ننتقل على ثالث صوره. ثالث صوره للكوستيومز كمان اذا شخص لحاله عم بيعمل كوستيوم لإله. كوين اوف هارتس واو 100% كوين اوف هارتس كان بي فيري سكسي للاشخاص اللي بيحبوا انه يكون الكوستيوم تبعهم. سلوتي كوين اوف هارتس يعني استطح اذا حدا شو شادي شو شو 50 شيز اوف جراي اند يو بوث نو هاو ماتش اي لاف 50 شيز اوف جراي سوري الا ما قطع شيء. اوكي كوين اوف هارتس هو ديجيزمون كثير سكسي مهضوم لهالسنه كمان. هلا رح ننتقل على جيزمون كمان كتير بيحبوه الشباب اللي هو البايرت. البايرت بينعمل بكذا طريقة very creative 100% أنا عم بجي أقول القصص يلي أكتر شي بنشاف. أوكي أكتر شي بنشاف والناس بيحبوها كتير وسريعة تتنعمل. دونك هون بايرت أنا حكمان على الصورة اللي بعدها جاك سبارو لأنه أكيد كمان عنده الستايل تبعه الخاص كابيرات. دونك كمان it's an easy costume ينعمل للشباب اللي عباله يضلوا حلوين حتى لو بربارة ما بدهم يبينوا بشعين. أوكي رح ننتقل للديجيزمون اللي بعده. الديجيزمون اللي بعده بات جيرل. كمان كل قصص السوبر هيرو كثير الناس بحبوا يعملوها، بينطروا يعني هول اعياد تيكونوا عم يعملوا قصص خاصه بالسوبر هيروز. دونك ون اوف ذيم از بات جيرل. كمان اتس ايزي. هلا ما رح اجي اقول انه كله بينعمل بالبيت، في قصص بتنشرها في قصص بالعكس فيك تعمل كاب تجيب قماشه صفرا تعملها، مش كل شيء كثير صعب. دونك انا عم جرب اعطي افكار تكون شوي سريعه لانه اليوم العيد بالليل صرت يلحقوا يشتغلوا من اليوم الصبح لليوم عمليه اكثر 100% تيكونوا براتيك انه لانه الادولتس ما كثير عندهم وقت يعملوا كوستيوم. اوكي الكوستيوم اللي هلا رح تشوفوه المشاهدين هو شوي اذا بدك unconventional مش معودين عليه يلي هي ادوارد اند سيزر هاند. دونك هذا الستيل الناس يلي كثير انتو تيم بيرتون وانتو الموفيز الغريبين عجيبين ايمو بحبوا يعملوا صح بحبوا يعملوا هذا الستيل الكوستيومز يلي بيكون عنده ريفرنس لموفي لانه عاده مش كل العالم بيعرفوا هود الفلومه. دونك the good thing انه يكون في اذا بدكم هو ستيل الفلومه مثل ادوارد. اوكي رح ننتقل للصوره اللي بعدها بعدنا بالقصص السولو بتنعمل اللي هي الهيبي. الهيبي كتير 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 في منه وكتير هين أجان ينعمل لأنه مثل ما كنت عم بقولكم في ينعمل دراس في ينعمل بانت يكون بادلي فام على شميز دايما بينشغل الهيبي بطريقة حتى في يكون فاميلي كوستيوم يعني الهيبي في يكون البي والأم والولاد هيبي فيري هيبي فاميلي سكوبي دو اصلا بالكابلز كوستيومز في هيبي كمان دونك كثير كمان تنعمل لما يكونوا اثنين سوا هينه يقدروا يعملوها شاب وبنت وهينه تنعمل. وهلا السوق كله فيه باترنز فيه باديليفون رجع على الموضه دونك اللي ما بده يرجع بالخزانه من 100 سنه في لاقي هلا بالسوق يكون عم يلبس هينه هيدا هينه. اوكي اكيد بينحط البيريك بينحط الاكسسوارز كل شيء بينزاد قد ما نحن بدنا بس البيزك ستاف تبع الهيبي هو انه يكون في باترنز ويكون في كثير نكلسز وكوليات وبراسليات. اوكي رح ننتقل على شيء كمان ارتستيك اللي هو راي لايتشنستاين اللي هو بوب ارتست. هيدي كثير 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 على الموضه وكثير ناس عم تحب تعملها بالاعياد اللي فيها كوستيوم بارتي.
دونك هون هو الوجه تبع البنت اللي بتجي دائما مع بابلز والليركس وهيك، دونك بتحسها تيبيكال كثير بوب ارتست. انا كثير بحب عملتها يعني سنت الماضي كثير بحبها لهي الكوستيوم. بس مش صعب سارة انه هيدي تتنفذ؟ هلا هيدي بدها ميك اب ارتست. اذا لا رح اقول لك انا شو عملت، لانه ما رحت على ميك اب ارتست، اللي عملته قد هي كلها دوتس على الوجه، حطيت ستيكرز بيد كل وجه ستيكرز بيد. لو بادجت اوكي لو لا ايزي نقول ايزي تبع نقول انه لو بادجت. لا عن جد مش ضروري واحد يروح على ميك اب ارتست يعمل بربارة. دونك هون مع بيروك وتحط تو سامبلومون لاينز سود على تريات معينه بالوجه، اتس انف ما انا صعبه قد ما مفكرت. صار وقت شفت انا هيدي الصوره بتعرف اول شيء بشوف فكرت اجا مسيو دي شو خاص شو. طلعت هيك تليفون وقلت وحده بنت عم تحكي، اجا دغري ببالي ادال وهلو، وقد ما صار هلا ذا موست ترندي ثينج، وحتى بعملها بريتا بدي اقول لها هلو. سو انا قلت لا هي منا ادال سمعني بس ادال از ا جود بربارك عن جد هلا بتثبت بس شو ترندي. انا بتخيل على جو فور ذا سوبر هيرو اللي مع ادال، هي بتقول له هلو هو بقول لها شات اب هيدا تبع باتمان اكزاكتلي صح 100%. اوكي شو بعطي كوستيوم سارة؟ رح ننتقل للكوستيوم اللي كمان كثير هين ينعمل، بيسكو نحن فتنا بالقصص اللي هينين ينعملوا اللي هي الانجل للبنات، كثير هين تنعمل. هلا مش ضروري نكون عم نعملها بال هلا هي الانجل مين؟ هيدا فانيسا هاجنز مش من مكان. اوكي بس الفكره انه نقدر نعمل نحن البلوم فينا نعملهم بطريقه هينه، في ناس يعملوها بس بكرتونه بيضاء ما بتتعذبوا يجيبوا حتى بلوم، دونك حسب البادجت وحسب اكيد الوقت اللي عنا اياه فينا نكون عم نشتغل كوستيوم هالقد هين ويكون مهضوم. رح ننتقل لشيء كمان هين ينعمل لشباب اللي هو الارمي سولجر، اللي هو كمان شباب بيحبوا كثير يكونوا عم بيعملوه بهيدا العيد، كمان اتس ايزي فينا نكون عم نعمله بطريقه ونضل مبينين كثير مهضومين بهالعيد. اكيد يو كان بي فيري كرييتيف وايل دوينغ ات. ايه اكيد دوت موست اوفن لانه اهين شيء ينعمل. اوكي رح ننتقل كمان لديجيزمون بينعمل للبنات هلا اللي هو ماليفيسنت، كمان وقت ما طلع الموفي كثير الناس بيحبوا يعملوه. هلا في ناس بياخذوها دراماتيك بالاوفر ميك اب، في ناس بالعكس بيلعبوها بطريقه ناعمه وبيقدي الكورن بيقدي، بس يلبسوا بلاك دريس ويكونوا اكيد اجان الاكسسوارز كثير بيأثروا. انا حبيت العصا يلي جيت اقول لك الاكسسوري مثل العصا تنشغل بكذا طريقه، دونك حسب الوقت بيقدروا يشتغلوها. اوكي بس هذا الشغل على الارت بلاستيك الكورن لا تعملهم ايه هلا كمان فيها تعملهم حديده وترجع تلبسها ماشي ايه فيك تعملها فيك تعملها اجان لو بادجت تنعمل كل شيء بنعمل كل شيء بنعمله. لحظه بتخيل لو بادجت رح نشوفه هلا بالصوره اللي رح نشوفها هلا رح نشوفها هلا مع المشاهدين. هي كمان اخذت كثير ضجه هلا اللي هو كيتلين اللي هو بروس جينر يلي صار هلا مره، دون كمان في كثير ناس عملوا كيتلين اللي هو انه بس يلبسوا وايت مثل ما هي بفانيتي فير كانت على الكفر مع التاج المكتوب كول مي كيتلين، دونك هيدي بروفوكاتيف كثير بس هين كثير اكزاكتلي فيري جيب هيدا بس بيك صعب يا تروح عند فيكتوريا سيكريت بتجيب لانجيري شوي سيده وبتكوني بتبيني مهضومه اكزاكتلي. دونك الفكره انه انا في اكون عم بعمل ديجيزمون كرييتيف مش ضروري بس يكون ديجيزمون. فيك تعمل فيكتورياز انجل هيدا كثير حلوه هذا كنا ادريانا ليما هذا كثير غير الديجيزمون بدها شغل على الجسم كمان عشان ما بلبسني بي موتيفيشن بي موتيفيشن في مره Be the change you want to be in the world, eh? صح مية. هلا ننتقل للكوبلز كوستيوم، إذا ككوبل بدهم يفكروا بشيء مهضوم يكونوا عم بيعملوه لأن بعيد البربارة، فيهم يكونوا فلينستونز الكوبل بطريقة كثير مهضومين، يكون عم تلبس ويل ما بس الدرس الأبيض، دونك اتس فيري إيزي ينعمل، هلا الدرس تبعه الأورانج مش هالقد هين، بس تنعمل بقماشة ونحط عليها كرتونة بالأسود شقف كرتون، هلا أنا عم فكر بطريقة أرتستيك بتضل تتدبر بتضل تتدبر، بتضل تنعمل إذا واحد على باله يكون عم يشتغل طريقة مانوال بالكوستيوم تبعه. اوكي تاني ديجيزون هو دغري حدو ماري بوبنز، دونك كمان مهضوم ماري بوبنز يكون عم تعمل كوستيوم مع اكيد تشامني بوي معه، دونك بيطلع كثير مهضوم كمان بينشغل وما في شيء كثير صعب بالكوستيوم الا ديتيلز بالاكسسوارز اللي بيزيدون. اوكي رح نكون عم نشوف كمان ككوبلز الهيبيز اللي كنا عم نحكي عنهم هابي هيبي كوبل يا صح قد ايه ايزي الهيبي يكون عم يلبسوا كوستيوم اجان الباديليفون على الموضه باترنز على الموضه نحط جيلي فوق ونحط فولاغ على راسنا دونك اتس فيري ايزي شعره مش طويل حلو يحط بيروك مثلا اذا على بالهم ان كان شاب او بنت حلو البيروك الطويل ان كان شعرهم سوبر طويل دونك هول قصص الديتيلز كمان منيح للكوبلز. اوكي فاميليز كوستيوم هلا رح نشوف اذا كعائله عم يعملوا تام سوا على بالهم سوا يروحوا على البرباره
فين يكونوا عم بيعملوا يا الأفنجرز أو كل شيء خاصه بالسوبر هيروز أجان، لأنه فين كل واحد من الشخصية اللي يكون عم يلبس شيء أو فيون مينيونز مثلاً يكونوا عم بيعملوا كل العائلة which is very cute yes it's very very cute. دونك الصورة اللي بعدها هون عم بيشوفوها الانديانز، فيها نكون عم نعمل انديانز كل العائلة كمان easy تتنعمل وسريع. هلا رح نكون عم نشوف كذا جروب أصحاب عم يعملوا شيء مهضوم سوا، فين نكون عم نعمل نينجا ولا مثل ما عملت ريانا مع رفقاتا، دونك كمان كتير كيوت. هلا هي أكيد مش لو بادجت تنتفق على الموضوع سوبر هاي بادجت هاي تنتفق، بس أنا رح نعطي كل الاحتمالات للعالم. أو فين يكونوا عاملين بسوا ستيل كارد كأنه عن جودو كارت، فين يكونوا إذا كانوا كتير كتار بيقدروا يكونوا كلهم سوا عم بيعملوا الجودو كارت، أو كمان كفريندز فين يكونوا عم بيلبسوا من موفي طلع لاست يير اللي هو انسايد اوت. بالصورة اللي بعدها رح شوفوها المشاهدين كل كاركتر من الشخصية تبع الموفي تبع انسايد اوت لبسين واحدة من الشخصيات ان كيس كانت سادنس او جوي او كل شيء، دونك بيلبسوها كل واحد شخصية. اوكي انسايد اوت مش بالصورة اللي بعدها هاي بهي الصورة صح 100%. دونك هيك عندك كل شخصية كيف كيفيون اذا خمسة اصحاب كيف فيهم يكونوا عم بيلبسوا من تام الموفي. بيرفكت. اوكي نحن متى دورنا هلا اللي رح نعمله نحن رح نفرجي المشاهدين قد ايه الطريقة السريعة فيها نعمل كوستيم، لانه نحن اكيد عم نعمل شيء هلا سريع على الهواء ما عم تشلحوا تلبسوا قصص صعبة. عم نعمل شيء كثير هين اللي رح نعمله كل واحد منكم عنده هيك كم ايتمز قدامه رح يكون عم نلبس كوستيم تبعه. ليديز فيرست فوالا رح نبلش مع ريتا. اوكي دونك ريتا رح تكون تلبس فريدا مثل ما كنا عم نشوف بالصور. فريدا از فيري ايزي تتنعمل ككوستيم، بهم بس هي لابسه هلا دريس اسود، بهم بس تكون عم تلبس البونشو اللي انا اعطيتها اياه. رح اطلب ريتا تقوم تقف على يمينك ساره حتى تقدر الكاميرا تاخذكم فوالا على الستيج. اوكي شو اول ستيب ساره؟ دونك اول ستيب رح نكون عم نلبس البونشو كثير مهم. دونك حلو يكون اذا كان اسود مثل بيكا لانه لابسه دريس اسود ريتا، حلو نكون عم نلبس اذا بدنا البونشو يكون بلاك بس يكون فيه شيء كولورفل او شيء اذا بدكم فلاورز. دونك اتس فيري امبورتنت يكون البونشو موجود. فيري امبورتنت ثينك شعره عملته ديجا ريتا هيك مع التريس لانه هيدي الكوافير تبع فريدا، وينحط مثل فلاور هيد باند يتسكر من ورا which is هيدا بينعمل في ينشر وفي ينعمل نجيب فلاورز ناتشورال يلي بده يلي العيد اذا بدكم بوكي ريتا بوكي وفيها نكون عم نحط دايما دايما فيها نكون عم نزيد اكسسوارز بخيدة بالجيزمان تبعها. دونك فيها نكون عم نزيد كل يوم اذا فينا نطلع على الكاميرا هون ريتا لحتى العالم يقدروا يشوفوا فوالا and this is Frida in 30 seconds. عم نهون الكوستيم السوبر سريع دونك فيري كول. هي كانت لابسه على بعض صان اسود بهالقد بسرعه فيها نعمل فريدا كاكوستيم. This is the new Frida Kahlo. Exactly. شادي شادي رح نعمل شيء كمان فرجيناه بالصور. Yeah. اللي هو فيري ايزي كمان شادي ولا تشلح شادي كمان طالبه منه انا يلبس شيرت وايت لانه اتس فيري امبورتنت كبايرت يكون عم يلبس. أعطيك المجال تكون أنت هون فوالا نلبس جيلي كتير مهم كبايرت جيلي بني إذا فينا ما في الشابو. البايرت ما بيمشي بلا جيلي يعني لازم هيدي رح نلبس قبل هذا ما نكون بعدين عم ننزع. دونك كتير مهم نحط الباد على العين فوالا اكزاكتلي هاي بتنحط بكتير سهولة أنا هاي بلاستيك فيها نعملها قماش فيها تكون كتير هينة. والشابو البيغات اللي هو بيجي أكيد منه أوبشن تيكون بيغات. هلا اللي بده أكيد في ياخذ الإبي أكيد في ياخذ أكسسوريز زيادة إذا كان هوك إذا كان عمل كابتن هوك. دونك فينا نكون عم نزيد كتير أكسسوريز فينا نزيد بار بزيادة فينا نزيد شعر تيكون أوفر كوستيوم أكتر. أنا عملت البيزك هون البيزك كمان تيكون بايرت على السريع مودرن دومينيكان. أوكي هلا شادي شو بقوم لعندك او ببص من هون انا انت هينه انت عم تشلح ما عم بتزيد انا شو رح اعمل رح بين الشميز اجان كمان طالبه منك تلبس الشميز ان ادفانس اللي هي سولجر ارمي سولجر كمان هذا الكوستيوم اللي شفناه انه كثير بينلبس صحيح وفيك تكون انا جايب معي هات من جيرماني مبسوط فيها اي لاف ات سو ايه بدي احطها سو انت كمان هون صرت سولجر بكثير رح ابرم حتى اشوف السايد تبعها اكزاكتلي مع الشيرت بسرعه هاي اللي صرت ريدي وانا عم بلعب 30 سكند I'm gonna play with you guys كمان ورح كون انا سنت لابسه غاد بايتي سوداء رح كون عم زيد القصص اللي اذا بدكم اللي بنحطه بيت تشارلستون ك 1920 اللي هن اهم شيء اول شيء الجونيت ساتان هودي ما في الكوليات البيرل البلون
كثير مهم الناس تكون عم تلبس هيك بس يكون عندها تشارلستون ستايل اكزاكتلي. والالاستيك مع البلوم يلي كمان كثير مهم اللي بنحطها تو سامبلومون هيك الاستيك بلوم ملتقى انا بالبيت very يعني فيري ايزي. ونحن صرنا ريدي للبرباره في نكون عم نعمل حفله بسهوله يا انت يعني انا بتعتم ما ريدي للبرباره ما عدا هول بس سبب خلص اشتغلت شو شكلها اكبر موجة بالبرباره البرباره من دون اكيد بلا نجاتو هلا في الامحات كمان ناطرين بعد فينا نبلش اكل يعني بين تشارلستون ستايل والفايرت وفي داكالو وخليني اقول هيبي ستايل تقريبا هيبي بالليدات يعني كان سيجمنت كثير حلو اخذنا فكره ساره منك على كل شيء كوستيومز ممكن نلبسهم اليوم بهالعيد ان شاء الله دائما بتضلكم انتم والمشاهدين مجموعين مع كل الاشخاص اللي بتحبوهم. ساره ثانك يو على السيجمنت ثانك يو شادي شادي وريتا اي لاف يو ثانك يو على كمان ثانك يو جايز على الاكل الطيب. مشاهدينا لهون بتكون حلقتنا وصلت لنهايتها. انا بدي اشكر متابعتكم شكرا لانه دائما اوفيا لا صباح لبنان صبحيتنا كل يوم من 9 ولا 11 ونص. اكيد لقائنا بيتجدد دوميا نحن وياكم وما تنسوا على بالكم تغيروا شيء بحياتكم وخاصه كوستيومز اخذتوا فكره من شوي اكيد بعد في وقت. الى اللقاء.